يا ترى هو مين وعمل ايه وامتى وفين وليه وازاي؟ فيلا بينا نعرف مين هو هشام عشماوي. يلا بينا. هشام علي عشماوي مسعد ابراهيم سنة 1978 وفي احدى ضواحي القاهرة كان الاستاذ علي عشماوي مدرس الفرنساوي وزوجته المدرسة غالية علي عبد المجيد في انتظار مولود بيبي جديد وتمر الايام يا مؤمن وفي احدى الصباحات المشرقة من نفس العام يشرف الطفل المنتظر وابوي قرر يسميه هشام. هشام اتربى وتعلم وسط الاسرة المتوسطة دي وعاش طفولة عادية جدا كشاب رياضي عاشق لكرة القدم. خلص دراسة الثانوية الراجل وتقدم للكلية الحربية واتقبل فعلا سنة 1996 وطبعا الكلية الحربية دي مش بتقبل الا بعد ما تفحص وتمحص وتغربل كويس قوي ودي معلومة كلنا عارفينها وبعد 4 سنين بس يا مولانا وفي سنة 2000 يتخرج الملازم هشام علي عشماوي ويتعين في سلاح المشاة ونظرا يعني لتميزه ونبوغه يتم تعيينه قائد مشاة في نفس السنة سنة 2000 ودايما تلاقي مناديب الصعقة والمظلات بيتجول وكده في الوحدات اللي زي دي وبيبصوا على النوابغ اللي زي دول وياخدوه وكان الملازم اول هشام علي عشماوي ضمن النخبة اللي اختارتها قوات الصاعقة المصرية والكلام ده كان في سنة 2002 تدريبات بقى على التمويه والقتال في الظروف الصعبة وشوية حركات كده واخيرا استقر به الحال في احدى وحدات الصاعقة في شمال سيناء. اتجوز هشام عشماوي من السيدة نسرين سيد علي اللي بتشتغل مدرس مساعد في جامعة عين شمس واثناء ما الراجل بيتدرج في المناصب بتاعته وبيعلى ويكبر في سينا وهي برضو شغالة في جامعتها في القاهرة ربك يرزقهم بولدين ويعيشوا في تبات ونبات في شقة والده في الحي العاشر في مدينة نصر. حتى الآن الأمور ماشية عادية ومفيش أي حاجة تقول إن هشام ممكن يبقى أي حاجة مش متوقعة إلا إن المخابرات العسكرية وعلى رأسها اللواء عبد الفتاح السيسي رصدت تصرف غريب جدا من هشام عشماوي. سنة 2010 كان هشام بيحضر الخطبة بتاعت الجمعة في الكتيبة بتاعته عادي فالإمام وهو بيخطب غلط في آية من القرآن الكريم فهشام بعد الخطبة راح له وقال له خلي بالك يا مولانا الآية انت غلطت فيها والصح بتاعها كده كده طب ودي فيها ايه يا عم عبدالله اي حد بيغلط في القرآن والناس بتصحح له عادي يعني الكلام ده في الجامع اللي جنب بيتكم يا كبير مش في الجيش انا نفسي في 2010 كان في ضابط متطوع في البحرية كان مواظب على الصلاة في المسجد عندنا واختفى فجأة فلما قابلته مرة في الشارع في اسكندرية سألته انت فين يا عم مش بنشوفك ليه قال لي ان ضابط قابله في الوحدة عنده وخبط له على علامة الصلاة وقال له خف شوية يا فلان الفلاني ماشي متخافش مش هقول اسمك انا عارفهم مجرمين ده جيش 73 وصياح الله اكبر في العبور خد بالك المهم يا مولانا ان الامام اللي هشام عشماوي راح صلح له ده طلع عصفورة وراح بلغ المخابرات العسكرية المصرية اوبا انت بتحفظ قرآن وراحوا كابسين على عمك هشام في الوحدة بتاعته وراحوا مطلعين كل متعلقاته وهنا كانت الطامة الكبرى لقوا مع هشام الجماعة لقوا مع هشام عشماوي مش قادر اقول لساني مش مطوعني يا جماعة لقوا من ضمن متعلقاته كتيب اذكار الصباح والمساء للشيخ الطريفي اللي السعودية حبساه لحد النهاردة انت متخيل انا مش عايز اقولك على الكبيرة كمان عشان عارف ان في اطفال اعلى لو سمحتوا قوموا العيال من قدام الفيديو لما حققوا مع زمايله في الوحدة تخيلوا كان المجرم ده بيعمل ايه هشام عشماوي استغفر الله العظيم هشام عشماوي كان بيصحيهم لصلاة الفجر يا مؤمن اه والله العظيم مصيبة طبعا حضرتك لو ما دخلتش جيش هتقول عني ان انا بأفور وبفتري على الناس مش مهم المهم ان السادة ضباط وجنود القوات المسلحة عارفين انا بقول ايه كويس ولامسينه وعايشينه كل يوم مش كده ولا انا غلطان مش هو ده هشام عشماوي يا سادة اللي وقت مش هو ده الضابط المصري الوطني اللي كان قلبه على البلد سنة 2010 مش اللي جنبه هناك ده العقيد احمد المنسي ولا انا غلطان احمد المنسي مين يا عم عبدالله منسي يا مولانا منسي انت نسيت الاغنية منسي بقى اسمه الاسطورة ايه منسي بقى اسمه الاسطورة ايه من اسوان للمعمورة وقالوا ايه قالوا ايه علينا دولة وقالوا ايه قالوا عن منسي اسطورة وعن هشام ارهاب يا كبير والفرق بقى بينهم هتعرفوا من الاحداث اللي جاية اتحال هشام عشماوي للمحكمة العسكرية بتقرير المخابرات الحربية بقيادة وامضاء اللواء عبد الفتاح السيسي سنة 2011 بكوبشة التهم اللي حضرتك سمعتها دي وضيف عليهم طبعا شوية الشطة والجرجير اللي هو اتهامات بقى بالتطرف والارهاب والاسلامة واللازم منه وفي نفس السنة يا مؤمن 2011
2014 تقرر المحكمة العسكرية في حكم بات ونهائي بإقالة الرائد هشام عشماوي من القوات المسلحة. وبين عشية وضحاها هشام عشماوي يصحى يلاقي نفسه في الشارع، يعني بره رتبته وشغله وجيشه اللي عاش وسطهم 11 سنة. الحوار ده مش بيفكركم بحاجة؟ فاكرين الضابط أحمد طارق عبد العليم اللي ذكرناه في حلقة التكفير والهجرة اللي اتعرض برضه لنفس الظلم والاضطهاد، وطلع بعدها انضم لجماعة شكر مصطفى في المنيا ونفذ قتل الشيخ الذهبي بدراعه. دي بقى نسخة كوبي بالظبط كده من اللي حصل في السبعينات يا مولانا. مش قلت لك انا ان التاريخ ده جمعية ودايرة؟ مش انت بتقول عني ارهابي ومتطرف وقطعت عيشي ورمتني في الشارع؟ ماشي قشطة قوي، وماله؟ اتعرف هشام عشماوي على 4 ضباط يشبهوا حالته بالظبط في موضوع الفصل التعسفي، وكانت نواة العمل المسلح يا مولانا. كان في نفس ذات التوقيت ظهر في شمال سيناء جماعة مسلحة اسمها انصار بيت المقدس، اللي ده كان الشعار بتاعها. وطبعا شمال سيناء دي يعني منطقة الرائد هشام عشماوي سابقا، اللي اتدرب وتعامل واشتغل فيها سنين. اتواصل هشام مع وليد واكد قائد التنظيم وقتها، ولكن مات وليد قبل ما هشام يوصل وتولى قيادة التنظيم بعده واحد اسمه ابراهيم فريد. سافر لهم العشماوي هو ورجالته في 2012 وانضم فعلا للتنظيم. خد بالك الكلام ده حصل قبل 2013، يعني قبل الانقلاب، عشان دايما بيربطوهم ببعض عشان ليهم اغراض اخرى. اول ما وصل هشام عشماوي لشمال سيناء وتحديدا عند انصار بيت المقدس، كان في شخص موجود في التنظيم لولا وجوده كان اصبح هشام عشماوي هو زعيم تنظيم بيت المقدس. الشخص ده اسمه شادي المنيعي. طبعا اسم شادي المنيعي مر عليكم كتير، واللي ما مرش عليه فشادي المنيعي هو اللي خطف 20 عامل صيني في 2012 كانوا بيبنوا مصنع اسمنت للقوات المسلحه في سيناء، لدرجه ان المشير طنطاوي اتصل بشادي المنيعي علشان يسيبهم، وشادي قفل السكه في وش طنطاوي. وبعدها اتقابل مع المنيعي اللواء احمد وصفي، فاكرينه؟ بيقول لك يا سياده اللواء اللي حصل ده انقلاب وما ينفعش كده، ويعني ايه وبتاع عظيم انقلاب. سياده الفريق عبد الفتاح، سياده الفريق اول عبد الفتاح خد نجمه زياده ولا رتبه؟ عظيم يا جماعه، انقلاب يعني معلها عسكريين تولوا مقاليد الامور في الدوله. ايوه هو ده احمد وصفي. ده قابل شادي المنيعي في الشيخ زويد ووقع معاه اتفاق الافراج عن الرهائن مقابل اسقاط احكام الاعدام عن يونس ابو جرير ومحمد جازي ومحمد ربيعه واتنين تانيين معاهم، يعني 5 افراد. وبالفعل هو ده اللي حصل وتم الافراج عنه. مش مصدق انت؟ شوف المصادر تحت يا مولانا وانت تعرف ان جيشك ده قطاع خاص وبيتحكم فيه وفي دولتك كلها كام نفر يتعدوا على الصواب، هم دول اللي بيقرروا مين وطني ويتكرم ومين خاين ويتعدل. المهم يا مولانا ان التنظيم كان ليه عمليات انتقامية شهيرة جدا ضد الجيش، وحط تحت انتقامية دي 30 خاص. بس للأسف مين اللي كان بيدفع الثمن في الصراع ده؟ اخويا واخوك اللي هم المجندين اللي للأسف عندهم اوامر يظلموا، ولو ظلموا هيبقوا تحت مطرقه انصار بيت المقدس، ولو ما ظلموش هيبقوا تحت سندان قوانين العسكر اللي بتقول ان اللي يخالف الاوامر يبقى خاين ويستحق الموت. هشام عشماوي اصطدم بصخره شادي المنيعي في التنظيم، وده لما قرر المنيعي في 2014 انه ياخد انصار بيت المقدس وينضم بيها لتنظيم الدوله ويصبح بعدها ولايه سيناء. هشام العشماوي كان هواه تنظيم القاعده، وكان شايف ان تنظيم الدوله ده اول ما اعلن المنيعي ان تنظيم بيت المقدس دوت بقى ولايه سيناء التابعه لتنظيم الدوله انشق عنهم عشماوي هو وكم واحد اللي جم معاه. في هذه الاثناء تم عمل كم عمليه كده وتم توجيه التهم فيهم لعشماوي ورفاقه، منهم محاوله اغتيال وزير الداخليه محمد ابراهيم في 5 سبتمبر 2013 بتفجير موكبه، ومنها قضيه عرب شركس في 19 مارس سنه 2014 واللي اتعدم فيها 8 رجالة من شبابك يا مصر، ومنها كمين الفرافرة اللي كان في سنة 2014 برضو واللي اتقتل فيها 22 مجند الله يرحمهم ويصبر اهاليهم، ومنها اغتيال نائب العام هشام بركات في 21 نوفمبر سنة 2015 واللي اتعدم فيها 9 شباب زي الورد. وبعد عملية النائب العام دي بشهر واحد طلع هشام عشماوي في شهر اكتوبر في مقطع صوتي شهير على يوتيوب واعلن الراجل عن تنظيم جديد اسمه
تنظيم المرابطون. التنظيم ده مولانا هو اللي أسسه بنفسه وكان هو الزعيم بتاعه كمان. وكل طامة بعدها يتخزوق فيها العسكر يروحوا ملبسينها العشماوي واحنا بنسمع بياناته مش عارفين. وخد بالك احنا هنا لا بنثبت ولا بننفي تهم عن حد، احنا بس بنقول السياق التاريخي للأحداث مع خيبة العسكر التقيلة. وخد بالك تاني العسكر مش الجيش، لأن الجيش ده اللي هو احنا، إنما العسكر اللي بيديروا الجيش وبيديرونا وبيديروا البلد بحالها دول ناس تانيين مش احنا. المهم يا زعيم إن بعد 2015 وبعد تسجيل شريط المرابطون ده اختفى ذكر عشماوي تماما من كل حاجة، وبالذات بعد ما أعلن تنظيم الدولة للي يدل عن عشماوي أو يجيب رقبته، وقالوا عليه وقتها إن هو مرتد وكان كله ساعتها بيطحن في بعضه بعيد عنه. تنظيم الدولة في المرابطون والمرابطون في التنظيم والجيش في المرابطون والمرابطون في الجيش، وكانت مدعاكة والله. وكل شوية يطلع لك المتحدث الكذاب بتاع العسكر يعلن موت شادي المنيع، ويروح طلع لهم شادي بعدها وهو بيقرأ خبر وفاته على اللابتوب. مسخرة اقسم بالله. هو انتوا مفيش حد فيكم محترم؟ اتقال بعدها ان عشماوي اتصاب في عملية الوحال اللي اتقتل فيها 54 واحد من قوات الامن وهم رايحين يعملوا لهم كمين، واتأثر فيها كمان الضابط محمد الحايس فاكرين الحادثة اللي وقعت في 20 اكتوبر سنة 2017. يا ليلة زرقاء 54 ازاي يا عبود؟ ايوه يا نجم وربنا، ما هي دي المعارك الحقيقية اللي بيدخلوها وبيبقى فيها تبادل لاطلاق النار، مش يجيبوا لك 7 تنفار مختفين قسريا ومتبلغ باختفائهم ويضربوهم بالنار في عمارة تحت الانشاء ويحط لك بعدها جنبهم سلاح ويصوروهم ويقول لك حصل تبادل لاطلاق النار من غير ما يتصاب منهم واحد حتى في حواجبه. عبط احنا يا عصام. فانت بقى تسقف وتقول الله اكبر ويستاهلوا حسبي الله عليهم، وجيشنا جيش الاسود الذي لا يقهر. صح يا ابن الناس، دي لعبة قذرة وما تورطش نفسك في دم ملكش يد فيه. المهم ان عشماوي ظهر بعدها في ليبيا في 2016 تحت اسم ابو عمر المهاجر، واتحد هناك مع جماعات مسلحة ولقها لتنظيم القاعدة اللي اصلا تنظيم المرابطون جزء منه. وفي 8 اكتوبر سنة 2018 يطلع المسماري اللي هو المتحدث الرسمي باسم ميليشيات حفتر الليبية اللي بتدعمها مصر والامارات والسعودية، ويقول ان هم قبضوا على عشماوي في حي المغار في مدينة درنا الليبية، وانهم كمان هيحكموه في ليبيا لانه الراجل استهدف ضباط ليبيين وكده. بس يعني الفلوس مش بس بتغير النفوس، دي بتغير التصريحات الرسمية كمان يا فنان. الامارات دفعت، حفتر سلم، عباس كامل استلم. وفي 28 مايو سنة 2019 يعني بعد اقل من سنة من تصريحات المسماري النارية، يطير عباس كامل مع قوة من المخابرات العامة ويستلموا من هناك عشماوي ويرجعوا بيه على مصر في نفس اليوم. وبعيد عنك بقى الاعلام اشتغل عليها سنتين، هم دول رجالة مصر البواسل والله، وعملوها الرجالة. والسيسي راح منزل لك تويتر تحية اجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائما صقور قد على كل من تسوي له نفسه ارهاب المصريين. لو مقتنعين بقى وكاميرات وفضائيات في استقبال الصقور، انتوا تعرفوا تتوكسوا؟ اه والله، وكسه من التقيلة الكبيرة دي ام ودنين، ده انتوا مستلمينه متكتف يا عصافير. انا كنت ممكن ابعت كريم ابن اختي يستلمه من هناك ويجيبه في ميكروباص عادي متكتف. وراكم الويل من 2011 لحد ما خرج من مصر في 2016، 5 سنين بيطحن في الصقور والصقور ما عرفتش شكل ظله ايه، ولما قفشوه بقى وبقى في ايديهم اتحجب عن الاعلام لمدة 10 شهور. 10 شهور يا مؤمن، لحد ما اعدموه امبارح في 4 مارس سنة 2020. بس كان لازم في العشر شهور دول تتساب فيهم لحيته عن عمد ويتحلق فيهم شنبه بالطريقة المقززة اللي انتوا شايفينها دي، عشان يتشال من خانة الرائد هشام العشماوي زميل المنسي وظابط الصعقة المصرية، ويتحط في خانة الاسلاميين اللي هم الارهابيين الوحشين. بس السؤال هنا، هو ليه ما رباش لحيته في مصر من ساعة ما كان فيها من 2011 ل 2016؟ طب ليه ما سابهاش بعد 2016 لما خرج من مصر؟ على الاقل كان غير شكله حبتين. ليه رب لحيته بس في العشر شهور اللي اتمنعت فيهم عنه مكنة الحلاقة والحلاق اللي عنده اوامر ان هو يحلق له شعر راسه وشنبه بس؟ اقول لك انا ليه، عشان الصورة النمطية للارهاب والارهابيين تفضل لازقة في الاسلام والاسلاميين، عشان يبقى عبرة كمان لضباط الجيش اللي مش عاجبهم الوضع الحالي وهيطقوا من جنابهم لما يطمنوا ويعرفوا ان ده مش منهم، ولا كان في يوم بينتمي ليهم ولا متخرج من كلياتهم ولا حتى خدم في نفس وحداتهم وكتايبهم. ما تخافوش، الاسلاميين مش هيتبرقوا منه، ده مش بعيد يطلعون انا
كمان مرتد. بس في المقابل يا زعيم هشام عشماوي رائد وضابط جيش مصري تمرد على المجلس العسكري الظالم اللي رماه في الشارع. ولو ما كانش عشماوي اتفصل من الخدمة كان زمانه النهاردة برتبة أعلى وبيطارد الإرهابيين في سيناء. ولو كانت قتل وهو بيقتل المصريين هناك كنا هنغني اسمه مع خالد مغربي دبابة ومنسي بقى اسمه الأسطور. العبرة عندكم مش الإجرام ولا القتل، لا، العبرة عندكم باللي اتقتل ده مننا احنا ولا من الناس التانيين اللي هم الشعب الحقير ده. لو قتل منكم انتم يبقى بطل ووطن، اما لو قتل مننا احنا يبقى ارهابي وعدو الوطن، والوطن بريء منكم ومن سفلتكم ومن خيبتكم التقيل ومن صورة الفصيل اللي انتم عاوزين تشوهوه عشان تعيشوا على قفاه وتظهروا ان انتم بتحاربوه، وهو اصلا منكم ومن دمكم وبسبب غبائكم وجهلكم. قالتكم الاعلامية شغالة ليل نهار على ان كبيركم هو حامي حمى الدين من المتطرفين والارهابيين، مع ان هو اللي صنع عشماوي بايده. لا برافو، والله برافو حقيقي، قدرتوا تشتغلونا فعلا وتقلبوا الحق باطل. بس تفتكروا ايه اللي يخلي جمهور الترجي في تونس اللي بيننا وبينهم الاف الكيلومترات وفي تمرين ماتش كوره ملوش اي علاقه بالسياسه ومن يومين بس يقول هذا الهتاف اللي هو مزيكا في وداني ده؟ محمد رسول الله رسيسي عدو الله. لأن الحق أبلج والباطل لجلج، كلما حجبته سطع وكلما خفته وقع، تفرض الباطل بسلاح ولكن الحق كالبرق والضاء، كان للنمروذ سطوة ومهابة، باطل فضح على جناح ذباب، فلا تحسبن الباطل مرجع لأن الحقيقة خالدة، وأنت إذا ضربت فأوجع فإن العاقبة واحدة. بس كده يا مو. السلام عليكم. وعسكرنا وعسكرون نيمون اليوم بحاله، سهرون الليل بطول قلبوا حال الدنيا يابا، واللي معدول يقلبون عسكر التب سكيلتا، مسخرون ومسخرون عسكرين مسكنون. وعسكرنا وعسكرون نيمون اليوم بحاله، سهرون الليل بطول قلبوا حال الدنيا يابا، واللي معدول يقلبون عسكر التب سكيلتا، مسخرون ومسخرون.